وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب16 قرش ونص في اليوم. فصلها يا ولا فصلها. شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل بسيطه قوي. مش تشوفوا الاوضه الاول؟ اتفضلوا اتفضلوا. يبقوا مين البهوات؟ دول هنا زيكوا بالظبط. هو البي معانا في كليه الاداب برضه؟ سكر. انا يا نهار اسود، يا نهار ابيض على اسود. وليه يا بنتي ما رحتيش لوكاندا ولا بنسيون احسن؟ ابدا، ده انا دخت ما لقيتش، ثم هنا امن. امن؟ الله، بتعمل كده ليه؟ ولا حاجة. مين صاحب الفيلا؟ ده راجل وحداني، كان عنده بنت زي حضرتك كده وماتت. يا حرام. مساب اسكندرية وسافر على العزبة. وكلني أنا بإن أنا أجر الفيلا دي للطالبات اللي مش لاقيين سكن. والنبي الراجل ده طيب. طب ده أنا نفسي أشوفه وأشكره وأبوسه. وهو عايز إيه غير كده؟ نعم؟ كويس أوي لو جت على البوز. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أصل وجودك هنا خطر. ليه؟ اصل في فك كبير قوي بيحروز بالليل، مفيش حد قادر يمسكه. خطر يا اخواتي خطر. ما تخافش عليا، هجيب له سم فران. ما يحوقش فيه. صباح الخير. اهلا، صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انت من مصر؟ ايوه. كليه ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. بصلا. ونجوى اخرى اداب. اهلا. الله، امال انت اسمك ايه؟ اسمي نهد. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في، واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. انت منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا، وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انتي يتحلوا بيا انا. يوسف عمرك شبه طومي. يوسف عمرك انتي. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا، بيسا يناير. انت عايزه ايه بالظبط؟ هدوم التنس طبعا، والمضارب والكور. انت عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها، هنجيبها ازاي؟ ده تاريخ الحضارة لوحده ب15 جنيه. يا ستي ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبة الكلية. لكن اللي انا حاملة همه بجد المواصلات. حقا، كل يوم من سيدي بشر للشاطبي رايح جاي. ناخد تاكسي. ايه؟ تاكسي كل يوم لغاية الكلية؟ ليه؟ ابوكي اوناسس؟ ناخد شركة احنا الثلاث. برضو تكاليف؟ لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات، صباح الخير.
اتصرف ازاي؟ وانا مالك؟ انت مالك ازاي؟ مش انت وزير الاسكان حسون احمد حسونه؟ مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المقام ولا ايه؟ عملته ده ايه؟ بتمرن. وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. يا شيخ اتنايل، احنا حلتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟ شوف، اما اقول لك انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع. ما تحاولش تأثر عليا. مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان. لما يكون مين ما اقدرش البس فستان. انا لما اقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن البس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول، يا فضيحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش. انت دلوقتي اسمك بهيره. تعالي يا اما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسم ايه؟ بهيرة وانا شهيرة. تعالي يا اما شوف ابنك فحيرة. شفيرة فحيرة تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوة يا قبلتي. استنى اما اظبطها لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فمركبش في ال يعني في المطرد. بصراحة يا ست فوزية احنا بناخد درس خصوصي عند واحدة استاذة في الجامعة. ست مفيش اختها.